إلى بعملية القتل المتعمد. أشبه بتظاهرة عربية أممية كان مجلس تأبين شهداء الميادين، تظاهرة جددت الوفاء لفلسطين ولشهداء ملحمة غزة ولسائر شهداء المقاومة والإعلام. الأحبة في مقدمة الحضور، عوائل الشهداء ربيع معماري وفرح عمر وحسين عقيل، أسرة الميادين حاضرة كما كانت منذ لحظة الاغتيال الإسرائيلي اللئيم والحاقد. هنا في بيروت كان اللقاء الجامع، سياسيون وإعلاميون وفعاليات من مختلف المشارب والقارات توحدوا خلف كلمة واحدة: تأكيد التضامن مع الميادين والوفاء للميادين لخطها ولرسالتها المستمرة الثابتة والواضحة مع المقاومة من دون تردد ولا تراجع مهما غلت التضحيات. ربيع وفرح، أنتوا أجمل شهيدين للميادين. أنتوا عطيتوا عز وفخر لألنا ولعيالنا، للميادين، للبنان، للجنوب. روحكم بالسما، منحبكم كتير. أما والد ربيع فكان مثالاً في الصبر، وشهيد مات شهيد على طريق الحق والعدالة، كان عم يدافع عن الحق والعدالة. الذي وسوني بوفاة الشهيد، والله قدرنا عم كفيتهم وبارك الله فيهم. لا يتغير الموقف والثبات عند والد الشهيدة فرح. بقول له لهذا الكيان الغاصب إنه الميادين انتصرت، إنه عندما تفتح قبر نفتح لك 10. وبطلب من قناة الميادين ومن الأستاذ غسان كل العاملين إنه يشلحوا الأسود، يشلحوا الأسود وارفعوا راسكم. المجلس التأبيني جمع مناضلين من قارات عديدة، من أمريكا اللاتينية الوفية لفلسطين وقضيتها والملتزمة بمقاومتها حضرت إليدا تشي غيفارا، ومن إفريقيا بوجوه التحررية الملتصقة بفلسطين وقضيتها. ولم يتأخر كل الأوفياء عن الحضور وتأكيد الاستمرار في مسيرة المقاومة والتحرر ونصرة الحرية. من جهات العالم الأربع حضروا مجددين الوفاء لفلسطين وإجلالاً لشهداء ملحمة غزة وإكباراً لشهداء الميادين الذين ارتقوا على طريق القدس. فكان مجلس تأبين الشهداء ربيع معماري وفرح عمر وحسين عقيل جامعاً لكل المناضلين في سبيل الحرية وإعلاء كلمة الحق والحقيقة. عباس صباغ، بيروت، الميادين.